بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بمناسبة هذه الحملة التي تقومون بها لصالح أسرانا في فلسطين والتي لا نجد بدون أن إلا أن نساندها بكل قوانا، من له قلب على فلسطين فلا بد أن يستجيب لهذا النداء وأن يقف مع هؤلاء الأبطال، هؤلاء الأسود وراء قضبان العدو الصهيوني الغاشم في فلسطين الحبيبة. والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. من نحكي على الاضراب الجوع اللي عملوه، اضراب الجوع هذاك حق اي بشر في الدنيا، معناه من حقك، انا مانيش باش نجي نلوم عليك، هذاك حقك الشخصي، انت حقك الشخصي تعمل اضراب جوع 24/24 وقت ما تحب وما يمنعك حد، لكن وقتاش انا نولي نتدخل؟ كي تعمل اضراب جوع باسمك انت الشخصي، ناخذ اكزامبل منصف بن سالم، كي تعمل انت اضراب جوع باسم شخصك اللي هو منصف بن سالم، تفضل عندك حقك حريتك يا اخي، انا يعجبكش نجيش انا نكلمك في حريتك الشخصيه هذه، لكن ما تعملش اضراب جوع وتقيده باسم تونس واسم الوزاره اللي انت شددها. هذه لنا وين يولي الغلط، على خاطر ثم حاسين الحاجه الاولى، خاطر فيلم ساعه بريمو اللي انت عامله، خاطر ماكش باش تحس على فلسطين اكثر من مصحاح التوانسه اللي حاسين على فلسطين بالحق، على خاطر كان جيت انت تحب تعمل اضراب جوع، اول ما تعمل اضراب جوع اعملوا ساعه حرم التطبيع ساعه مع اسرائيل، اعمل اضراب جوع ساعه ابدا بند نحب في الدستور، فهمتي؟ ما نحبوش التطبيع مع اسرائيل، هذاك يعاون بالحق فلسطين، وما هذايا حاجه الاولانيه، لكن مش تجي انت تعمل اضراب جوع. اش قال لي؟ مش قلت لك انت حالقك شعيرك على الفلسطينيين وانت ما تحبش تنحي التطبيع مع اسرائيل، معناها الازدواجيه هذايا والنفاق معناها والازدواجيه في الشخصيه هذايا حاجه. ونقول لك انا حاجه واحده اخرى، وانت اليوم وزير ماكش في حاله، ماكش حر نفسك، اذا انت خويا اليوم الاضراب الجوع اللي باش تعمله هذايا باش يقلل من ادائك الحكومي اللي هو ديجا قليل، اللي هو ديجا تحت الصفر، تكمل انت معاه اضراب جوع تولي خويا الوزارة تهزها للفينجا، احنا خويا ما يساعدنيش، اقعد انت شد الدار، اعمل اضراب جوع ان طونك شخص نحترموك ونحترموا الشيء اللي انت تعمل فيه هذايا، لكن جيب لنا وزير واحد اخر خويا ياكل ويشرب، فهمتني؟ ويعاوي يخدم لنا خويا الوزارات، علاش؟ على خاطر الوزارات هذيك تخدم في الموتى بالشر اللي هما ماهمش عاملين شواء. الاضراب الجوع ماهوش سي تان شوا بالنسبه لهم، هو سي مفروض عليهم، خاطر عبيد تحت الصفر، عبيد فقره، عبيد ميته بالشر في تونس. دونك انت ساعه كان جيت بالحق حاسس، حس ساعه بالحق ببلادك، قدم ببلادك مش من بعد تنجم تقدموا بالحق بفلسطين، مش موته بالشر بنقردين حروبات وما ثماش امن، عبيد ميته بالشر، شهداء توا هكا كان حل عليهم رجل اعمال حلنا عليهم، معناها هذه راهي تصرفات بتاع ولاد صغار، وهذه تصرفات جوست معناها بوغ هكا بوغ امبروفيزي، ومعناها بوغ فيغ لانتيريسون، وباش هكا باش تربح بيبليسيتي معناها ويعمل اسم. اش قال لي؟ واش قلت لك؟ وزير اليوم وصلت جي وزير عربي عامل اضراب جوع على خاطر فلسطين. انا نقول لكم عيب كبير اللي تعملوا فيه، وينكم من التقدم، وينكم من التحضر، وينكم من الوطنيه، وينكم من حبكم من فلسطين. مازلنا بعاد، مازلنا بعاد على الاخر. واخر حاجه نعاود نقولها، برافو شابو للشعب التونسي اللي محصلش على جاية القرضاوي، ومانيش نشوف برشا في دي بوبليكاسيون برشا عبيد قاعده كيف ما وقت اللي جا وجدي غنيم، فهمتني؟ ولا جابوا لنا وجدي غنيم وعدوا لنا 6000 حاجه تحت الطاوله. برافو للشعب التونسي اللي ولا فايق، برافو اللي ماكمش تحكيو على يوسف القرضاوي وعاملين منه القر ولا لي بوبليكاسيون نتاعو بارتو. هذيك شنو لازمكم؟ على خاطر انا ناكد لكم اللي جايته هذيك باش تكون تحتها حاجات تحت الطاوله، لكن الحمد لله يا ربي الشعب التونسي فيق لكم ولن تمر بقدرة الإله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.